فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجوز صلاة الجنازة على من لم يصلي مع الناس ونحن نعرف ذلك؟ هل تجوز صلاة الجنازة على من لم يصلي ونحن نعرف ذلك؟ إذا صلى عليه الناس لا تمنعهم أنت، إن شئت صل معهم وإن شئت تترك، ما هي بواجب عليك، إن شئت تترك الصلاة وإن شئت صل معهم، أما أنك تمنعهم لا تمنعهم. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.